السلام عليكم، حلقة جديدة من تست درايف. اليوم معنا سيارة مصانع الإنجليزي العريق جاكوار إكس جي. طبعاً شركة جاكوار لعشاق التميز، لعشاق السيارات المميزة بالشارع اللي بتلفت الأنظار. شركة جاكوار طلعت بالصدفة لأنه هي بالبداية كانت عبارة عن شركة لصناعة العربات الجانبية اللي مشوفها جنب الدراجات النارية، طبعاً بالشوارع الغربية مو عنا بالتأكيد. كانت تسمى شركة سوالو للعربات الجانبية، وحتى إذا بتتذكروا بداية سيارات جاكوار كان كتير تشبه بتصميمها العربات الجانبية. المهم هي كانت بدايتها بـ 1922 تقريباً. متى تم تسمية جاكوار بهالاسم جاكوار؟ هو كان تسمية بعام 1945، وقبل هالتسمية كانت اسمها جاكوار أس أس، بس استغنت شركة جاكوار عن اسم أس أس وأبقت الاسم جاكوار كما هو. طيب هلأ عانت كتير شركة جاكوار مشكلات مادية واقتصادية وكذا، وتم نقلها من أكثر من مالك، وتقريباً بـ 2008 كانت هي ملك لشركة فورد. بعدين بـ 2008 بالضبط 2 يونيو قدرت شركة تاتا موتورز أنها تشتري شركة جاكوار من شركة فورد الأمريكية. جاكوار إكس جي متى طلع أول طراز لها؟ طلع بسبتمبر عام 1968، اللي كان تجي بمحرك 6 سلندر خطي طبعاً، وظل هالمحرك مستمر لسنة الجيل الثاني اللي هو عام 1973. وقتها شركة جاكوار أضافت محرك الـ V12 12 سلندر على شكل حرف V إلى جانب محرك 6 سلندر الخطي. ظل هالمحركين مستمرين عام 1998، وقت جاكوار طرحت محرك 8 سلندر على شكل حرف V بدل من محركين الـ i6 والـ V12. ظل المحرك مستمر بـ 98 للـ 2004، وقت جاكوار ضافت كمان محرك 6 سلندر على شكل حرف V إلى جانب محرك 8 سلندر على شكل حرف V. المهم نحن اليوم معنا أجدد طراز من جاكوار XJ اللي تم الكشف عنه بيوليو عام 2009 بلندن. طبعاً من خلال هالتصميم، من خلال هالشكل، جاكوار عم تحاول تعيد اسمها للأسواق، عم تحاول تحافظ على الشركة من الانقراض من خلال طراز XJ ومن خلال شقيقتها الصغرى XF اللي سبق وجربناها فيكم تشوفوا التجربة على الرابط التالي. وخلينا نتعرف أكثر على XJ ونبلش مع بعض بالواجهة الأمامية للسيارة. هلا قبل ما احكي عن الواجهه الاماميه بدي احكي عن التصميم الخارجي بشكل عام. تم العمل على التصميم حوالي 4 سنوات، بالاخير تم اختيار تصميم المصمم ادم هولدن اللي هو رئيس قسم التصميم الخارجي للاكس جي. طبعا ليش تم الاعتماد هالشكل؟ لانه هو كان اكثر شكل انسيابي، اكثر شكل فيه حفاظ على الهويه، واكثر شكل جريء ومستوحى من المركبات الفضائيه. هلا رئيس شركه جاكوار او مؤسس شركه جاكوار هدفه شو، او شو يعني تعليقه على صناعة السيارات؟ إنه الانسيابية بالشكل الخارجي أو الانسيابية بتصميم السيارة بشكل عام هي الرقم واحد بالأداء الفعال، وليس المحرك أو الجير أو المحاور أو غير ذلك. التصميم والانسيابية هي الرقم واحد بأداء السيارة. المهم الشكل الخارجي طبعا مصنوع بالكامل من الألمنيوم. هلا لو حكينا عن الهيكل الخارجي لحاله بدون أي زجاج بدون أبواب وكذا، وزنه فقط 329 كيلوغرام، يعني أقل من الوزن الفولاذي بمقدار 66% لو قارناه بطراز او بهالشكل لو كان مصمم من الفولاذ، او حتى مثل الطرازات السابقه اللي كانت تجي على طرازات جاكوار اكس 300 اللي هي الاكس جي القديمه. فالمهم 329 كيلوغرام وزن الهيكل الخارجي للسياره، اللي هو لو عادلناه تقريبا على شيء ملموس بالواقع، الهيكل الخارجي لحاله المعاد تصنيعه كالومنيوم بيعادل 12000 علبه مشروب غازي الومنيوم. هاي بالشيء الملموس فينا نعادل موضوع الهيكل الخارجي للسيارة. هاي نقطة. أما بالنسبة للواجهة الأمامية للسيارة عم نتميز أنه هي كتير عم تأخذ من شقيقتها الصغرى XF، بس الإضاءة عم تكون أقل عرض وأقل سماكة، بس هي أكبر حجما من ناحية الطول، وحتى بالنسبة للشبك عم يحافظ على هوية جاكوار، وبالتأكيد عم يكون أكثر جرأة مقارنة بالXF. بترككم تشوفوا التفاصيل بدقة بالصور، وأكيد ركزوا على الخطوط لأنه كل خط بجاكوار XJ له عامل مهم بالانسيابيه، مو بس خارج السياره حتى باسفل السياره، التصميم تحت السياره كمان كله الاحنائات الموجوده عم تساعد على الانسيابيه تدفق الهواء بشكل افضل. هاي نقطه، شوفوا الصوره مع بعض لننتقل للشكل الجانبي ونشوف كيف السياره. بالنسبة للشكل الجانبي لجاكوار اكس جي الجديد معنا اليوم عم بيجي باطارات مقاس 20 انش. طبعا الشكل الجانبي السيارة عم بتكون اطول واوسع من الطراز السابق بشكل كتير كبير. خلينا نشوف الشكل الخلفي لجاكوار اكس جي. الشكل الخلفي لجاكوار اكس جي، طبعا انا هذا بعتقد تصميم كتير مميز، انا كتير عجبني التصميم الخلفي للسيارة،
جدا مميز بالطرقات وملفت للانظار بشكل كتير كبير. طبعا انا معي فئه اللونج مثل ما عم نشوف بصمه اكس جي. هلا تصميم الاضواء الخلفيه هو المميز. طيب شو التصميم هذا؟ من شو مستوحى؟ هذا التصميم مستوحى وعم يعبر عن مخالب القط. فمخالب القط مو القط. المهم نشوف الصندوق الخلفي مع بعض، طبعا بالزر الموجود تحت الاضاءه. هلا السياره بالنسبه للصندوق الخلفي مساحه عاديه ما تعتبر كبيره، بس لانه المساحه مستخدمه اكثر للركاب الخلفيين او مساحه المقصوره الداخليه اكثر من مساحه التخزين الخلفيه. بنشوف المقصوره الداخليه للسياره جاكوار اكس جي مع بعض. طبعا لما نحكي عن المقصورة الداخلية او خلينا نحكي عن الساحة الداخلية، مثل ما شايفين مساحة كتير واسعة، كتير كتير كتير. فجلد بالتأكيد جلد فاخر. عندك هون فتحات تكييف فاصل الخلف بالتصميم الكلاسيكي موجود، تحكم بالاي سي كمان من الخلف موجود. بدي احكي عن نظام الصوت. نظام الصوت ميرديان. هل هذا النظام كلف شركة جاكوار حوالي 100,000 يورو؟ هاي نقطة بالنسبة لنظام الصوت. طب شو بتوفر خيارات؟ بتوفر بخيارين بالنسبة لتراز اكس جي، اما بتختار ب 15 سماعة بيكون 380 واط، أو بتختار 20 سماعة بقدرة 825 واط. هاي بالنسبة لنظام الصوت. عندك عم نشوف مقاعد خلفية، عندك هون شاشات بمقاس 8 إنش تنتين، وفي عندك على جانب الباب مثل كيس في سماعات في حال وصلت بدك يكون في خصوصية أكثر شو عم تسمع وما بدك حدا يسمع معك. المهم هاي نقطة، بس صراحة يعني مقاعد الخلفية جدا واسعة حتى في حال رجل على رجل، ومقاعد بتناعس صراحة خصوصا التصوير عند الفجر. فالمهم خلينا ننتقل ونشوف المقصورة جاكوار اكس جي من الأمام. طبعا مقصورة كمان مثل ما ذكرت مميزة جدا، تصاميم مختلفة ما بنشوفها على طول أو كل يوم بشوارعنا. تصميم كلاسيكي بالنسبة لفتحات التكييف، الشاشة نفسها شفناها لورا 8 إنش، الأزرار كتير واضحة، كتير بسيط التعامل مع السيارة. الجير مثل ما شفناه بالاكس اف تحسه بيسلم عليك، اهلا وسهلا شفناك. اوكي نحكي شوي عن الازرار. طبعا هون الشاشه عندك ازرار خاصه للابواب الرباعي، عندك هون خاصه بالتحكم بالشاشه من نافيجيشن وغير ذلك، وهون تحكم خاص. هلا في زر اسمه 1-2، هذا شو بيعمل؟ هذا الزر عليه مثل شاشتين 1-2، هذا هدفه انه يقسم الشاشه لقسمين. فانا مثلا هلا عم شوف النافيجيشن، اما الراكب الجانبي شو بيشوف؟ في شغل فيديو، في شغل اي شيء هو بيحتاجه. وعندك هون ازرار خاصه بالتكييف. اما بالنسبه للازرار تحت عند الجير، عندك زر تراكشن وزر بالنسبه اذا انت كنت على طرق زلقه او غير ذلك، وعندك زر عليه مثل العلم تبع الريس، هذا بس انت تحط على سبورت بيعطيك كمان عدادات تكون احمر، بيطور السياره بيعطيك كل باور السياره. وزر الاي اس ال هذا خاص بتثبيت السرعه. عندك هون مساحات تخزين والحاملات الاكواب، مو كاب هولدرز، حاملات ابواب، حاملات اكواب. وهون عندكم مثل مساحه صغيره ومكان للولاعة وهيك شيء، وعندكم هون مساحة تخزين طبعا بالتأكيد فين نوصل اي اكس وغير ذلك. عندك عن طريق لمس بيفتح التابلو السيارة. عجلة القيادة كتير مرتبة كتير أنيقة، تثبيت سرعة، تحكم بالشاشة الوسطية أو تحكم عدادات الشاشات العدادات اللي هي إلكترونية. هون عندك تحكم بالصوت، وعندك هون تحكم بالتليفون والكوماند سيستم في حال وصلت تليفونك على السيارة. خلونا نشوف محرك جاكوار اكس جي أو محركات جاكوار اكس جي مع بعض. طبعا انا معي المحرك الاول بالنسبه لطرازات جاكوار اكس جي اللي هو 6 سلندر. طبعا هذا معي تيربو تشارج، بيجي منه محرك سوبر تشارج نحكي عنه بعد شوي. بس هلا خلينا نحكي اكثر شيء عن التيربو تشارج اللي هو سعته 3000 سي سي او 3.0 لتر. هالمحرك اللي مانع بولد قوه 240 هورس باور عند 5500 دوره بالدقيقه على الار بي ام. اما بالنسبه لعزم هالمحرك فعم بوصل ل 340 نيوتن بين 2000 ل 4000 دوره بالدقيقه. طبعا المحرك مصنوع بالكامل من الومنيوم، وزنه بوصل ل 139 كيلوغرام فقط.
اول شيء على الطرقات بدي احكي عن محرك الثاني 6 سلندر اللي هو سوبر تشارج، نحن معنا التيربو على محرك 6 سوبر تشارج بنفس السعه 3000 سي سي 3.0 لتر، بس قوته اكثر، بكون 340 هورس باور عند تقريبا 6500 دوره بالدقيقه. اما بالنسبه للعزم هالمحرك فبيكون اذا حسبناها بيكون تقريبا 450 نيوتن عند بين 3550 ل 5000 دوره بالدقيقه. هاي بالنسبه لمحرك سوبر تشارج. هلا بدي احكي عن نقطه اللي هي هيكل السياره بشكل عام. هلا مثل ما ذكرت السياره تصميم مستوحى من المركبات الفضائيه، وحتى طريقه التصنيع نفسها مستوحى كمان من الفضاء اللي هي من الطائرات، فطريق التصنيع اكس جي او الهيكل الخارجي للاكس جي عم بيكون مستوحى من الطائرات، فما في الهيكل الخارجي اي تلحيم. طيب ما في تلحيم، كيف يتم تثبيت القطع، قطع الهيكل الخارجي اللي هي 289 قطعه، كيف بيثبتوا على بعض؟ من خلال مسامير اكثر من 3000 مسمار او مثل براغي، مع نوع من البراغي والمسامير هي بتستخدم نفسها في الطائرات. طبعا اكثر من 3000 مسمار طبعا، بس اكيد مو بشر اللي حيركبوهم، اللي حيركبهم هو 110 رجل آلي مسؤولين عن العمليه. وبالنسبه لزوايا الهيكل كيف بيتم التركيب على بعضها؟ من خلال ماده لاصقه كمان نفسها بتستخدم بالطائرات. هاي الماده اللاصقه بالهيكل الواحد اذا حسبناها بتطلع كميه الماده المستخدمه هي 150 متر من هالماده اللاصقه. هلا في نقطه كمان بدي احكي عن موضوع الحفاظ على البيئه وغير ذلك من بالنسبه لجاكور كيف عم تسعى. هلا هي ذكرت تستخدم كثير الالمنيوم، فاستخدام الزايد للالمنيوم بيسمح لك انه بصير 85% من السياره، من اجزاء السياره قابله لاعاده التدوير عند انتهاء عمر السياره، فكمان خطوه منيحه بالحفاظ على البيئه. هاي نقطه. هلا بدي احكي على الجير. كل محركات جاكور اكس جي سواء كان 6 او 8 سوبر تشارج تيربو وغير ذلك او حقل مباشر بيشتغلوا مع جير زد اف 8 سرعات 8. فهي نقطه بالنسبه للجير. طبعا هذا الجير زد اف. هلا زد اف باختصار شو هدفه؟ زد اف هدفه واضح، توفير باستهلاك الوقود، تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وتسارع افضل. وبالنسبه للجير سياره اكس جي عم يكون عندك سرعه نقل الترس او المده الزمنيه اللي بيحتاجها لنقل من ترس لترس هي 200 جزء من الثانيه. هاي خلصنا موضوع الجير. بدي احكي شوي عن انظمه التعليق. طبعا السياره مريحه بلا شك، كثير عملوا كثير تعديلات على انظمه التعليق مع الحفاظ على الديناميكيه والاداء والثبات المطلوب، بس مع زياده الراحه وزياده الهدوء عجز السياره يعتبر جيد جدا. يعني بس على السرعات العاليه تبى تسمع الضجيج بشكل عام. انا هلا فاتح الفتحه مشان هيك انتم سامعين الصوت من برا، خلينا نسكر. فهي نقطه بالنسبه للعزل وموضوع غير ذلك. السياره كثير مريحه، بس عندك مساند الراس شوي فيهم قساوه، كان ممكن يكونوا اطرى من هيك، بس لا جاكور عم تهتم بالوضع الصحي اكثر، انه هالكراسي وضعيتهم والمواد المصنوعه منها هي صحيه اكثر، بتحافظ على العمود الفقري اكثر. هاي نقطه. هلا بدي احكي عن موضوع التسارع. بالنسبه للفئه اللي معنا لليوم جاكور اكس جي لونج 6 سلندر تيربو، بتتسارع من 0 ل 100 ب 7 ثواني ونص، وسرعتها القصوى هي 241 كيلومتر مقفول الكترونيا. بس انت مو مشكله خذ سياره اعمل لها برمجه بس تخلص ضمانها، بتفتح معك العداد للاخر. هاي نقطه. بدي احكي عن موضوع طبعا تسارع بالنسبه لفئه السوبر تشارج، بما انه عم نحكي عن المحركات كلها. هلا السوبر تشارج تسارع كمان بيكون افضل شوي، فبتكون تسارع محرك 6 سلندر سوبر تشارج من 0 ل 100 ب 5.9 اجزاء من الثانيه فقط. كمان بس هذيك تكون سرعتها القصوى هي 250، نفس الشيء محدد الكترونيا. هاي نقطه بالنسبه لموضوع التسارع، حنجربه كمان شوي مع بعض. بس خليني اول شيء احكي عن موضوع البترول وصرف البترول وغير ذلك. هلا تانك البترول فل السياره 82 لتر 82. اما بالنسبه لمصروفها فالسياره مصروفها يعتبر جيد مقارنه بحجمها الكبير بوزنها الكبير. السياره تقريبا بتستهلك 9.3 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر بمعدل وسطي داخل المدينه وعلى الطرقات السريعه. وبس اذا بنحكي كمان بيهمكم موضوع الانبعاثات والحفاظ على البيئه، السياره بالكيلومتر واحد بيطلع منها تقريبا 129 جرام من ثاني اكسيد الكربون كانبعاثات ضاره. خلينا نشوف التسارع مع بعض. الآن بدنا نجرب تسارع جاكور اكس جي 6 سلندر تيربو تشارج. بدي احط سبورت وشغل زر هو علامة الريس، بيتحول عندك العدادات للون الأحمر فيك تراكشن.
اوكي 3 2 1. مسار السيارة بالبداية بيكون شوي ضعيف لأن وزن السيارة كتير كبير، حتى يفتح معك التيربو ويشيل وزنه. هلا التيربو فيه لاج، فيه لاج ملحوظ عم تحسوا فيه انتوا، عم تطول لحتى تستوعب السيارة، وطبعا هذا بسبب وزنه الكبير. اما بالنسبه لمحركات 8 سلندر اللي بتجي على طراز اكس جي من جاكوار، عندك 3 خيارات بالنسبه للمحركات. كل المحركات سعه 5 لترات، اول محرك مثل ما ذكرت سعه 5 لترات بولد قوه 385 حصان عند 6500 دوره بالدقيقه، طبعا محرك حقن مباشر، وعزم بوصل ل 515 نيوتن عند 3500 دوره بالدقيقه. المحرك بتسارع من 0 ل 100 ب 5.7 اجزاء من الثانيه، وسرعته مقفول الكترونيا على 250 كيلومتر، وبيستهلك من الوقود تقريبا 10.4 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. اما بالنسبه للخيار الثاني من المحركات فهو كمان سعه 5 لترات 8 سلندر بالتاكيد، سوبر تشارج بولد قوه 470 حصان بين 6000 و6500 دوره بالدقيقه، وعزم بوصل ل 575 نيوتن بين 2000 و5500 دوره بالدقيقه، وتسارع من 0 ل 100 ب 5.2 ثواني، كمان السرعه مقفوله 250، وبيستهلك تقريبا من الوقود حوالي 11.3 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. اما الخيار الثالث وهو اقوى محركات جاكوار اكس جي، كمان سعه 5 لترات 8 سلندر، كمان سوبر تشارج بس تقنيته بتختلف شوي، فبولد قوه 510 حصان بين 6000 و6500 دوره بالدقيقه، وعزم 625 نيوتن بين 2500 و5000 دوره بالدقيقه. وبالنسبه لتسارع المحرك فبيتسارع من 0 ل 100 ب 4.9 ثواني اجزاء من الثانيه، وايضا سرعته مقفوله 250 كيلومتر، واستهلاك الوقود لهالمحرك تقريبا 11.3 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. وهي كانت تجربتنا لليوم مع سيارة جاكوار اكس جي. تابعونا بحلقات جديدة وتجارب جديدة، وما تنسوا تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، فولو على تويتر، سبسكرايب على يوتيوب، وتابعوا موقعنا باستمرار لتشوفوا كل جديد. وهلا صار فيكم تدخلوا على speed.com شركات السيارات، تختاروا جاكوار، تحكونا عن تجربتكم لهالسيارة واي سيارة جاكوار تانية. حياكم الله. إذا عجبتك الحلقة بإمكانك مشاهدة بعض الحلقات في الأسفل، ما عليك إلا الضغط على الرابط، وما تنسوا تشاركوا محبين السيارات من أصدقائكم حلقاتنا.